أصل نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع ده خفيف ما هو أصل نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكل خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكل خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف مش يبقى حرام أسهر وامل وافضل على ناري وتعذيبي وعلى الحال ده يا غالي بقالي زمان وهتعمل ايه في غرامي ده وانا هعمل ايه في الحب ده انا ما اقدرش وما اتحملش تبعد عن قلبي كمان وكمان وكمان مفيش كده الدلال مفيش كده خلى عمري كله ليه وروحي في خلى قلبي راح إليه وهنى علي قلبي دبوا أهم كوا أهم كوا الكوا بنار الهوى مش هقول علي حصل بيني وبينه حبيبي لما قابلني وجت عيني في عينه اللي أنا بهواه يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا ونتمنى تقضوا وقت حلو وتتبسطوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف عندنا اكلات حلوه قوي مع شيف يوسف اهلا اهلا يا راجل يا عظيم ازيك يا شريف هتاكلنا ايه النهارده هنعمل خرشوف محشي بصوص الزبده والليمون ومعانا شوربه ذره بناء على طلب حضرتك
دي حاجات حلوه قوي. منور، اهلا بيك. بعد ما نخلص الاكلات الحلوه دي مع شيف يوسف، عندنا استاذ ايهاب وكيم برنس الشارع. منور يا اولاد، اهلا. الف سلامه عليك. الله يسلمك. نسيت شلت ايه؟ درس. اي واحد من اليمين اللي تحت. هتعرف تتكلم؟ اه ان شاء الله. في وجعت؟ هو موجوع بس هتكلم. واحد عنده مشكله في بقه، واحد عنده مشكله في عينه. ما انا شفتك قبل واحنا داخلين لقيتك عيني، بقول لك مال عينك. الحمد لله. هنقعد نعالج بعض، نسيب الحلقه بقى. قول لي هنتكلم على ايه النهارده؟ هتكلم على الفرق بين المتعه والسعاده. اوه، مين اهم، المتعه ولا السعاده؟ لا السعاده طبعا. طبعا صح كده، منورنا. ميرسي، اهلا وسهلا بيك. نختم بقى يومنا النهارده بالراجل الجميل استاذنا استاذ خيري حسن، اهلا وسهلا. عبقري الشارع، كل مره اديك لقب جديد. عبقري الشارع. مساء الفل. اهلا بيك. هتكلمنا على ايه النهارده؟ هنتكلم عن حاجتين، عن شخصيتين، شخصيه فنان كاريكاتير مهم جدا، فن الكاريكاتير كان في مصر وما زال يعني، بس يعني يمكن في الزحمه اللي احنا فيها على السوشيال ميديا والمواقع مش واخدين بالنا منه، الفنان عبد السميع. أوكي. ده والد الله يرحمه الكاتب والاعلامي الكبير الراحل عمرو عبد السميع، وده عبد السميع ده من اهم فنان الكاريكاتير، كان في صباح قبل صباح الخير طبعا روزا اليوسف من ايام الاستاذ احسان عبد القدوس. صحيح. كان له حكايه معاه ظريفه، الاستاذ احسان عبد القدوس كان عايزه يغير اسمه. لانه قال له اسم عبد السميع ده مش اسم فني. هنعرف بقى اللي حصل بينهم في الفقره. اوكي. كمان بقى لما نروح لسنه الثوره العربيه، وبعدين كان في محامي انجليزي قرر من ضمن يعني فريق عمل المحامين وقتها يدافع عن احمد عرابي، ان في فتاه مصريه بعيده بقى عن الاحزاب وعن اي حاجه وعن السياسه وكل حاجه، بعتت له رساله شديده العبقريه. بس ما تقولش فيها ايه. طب اسمها انجا، هذه الفتاه المصريه اسمها انجا، بس هنقول ايه الرساله بقى فيها ايه؟ في الفقر. في الفقر عشان يقعدوا يتفرجوا. طب يا ريت. صح كده؟ منور. اهلا بيك. عندنا كمان النهارده فرقتي مزازيك مع المطرب الجميل استاذ مؤمن خليل، اهلا. ازيكم يا حلوين؟ كله تمام. 100 100. الحمد لله. مبسوطين زي الفل. واحنا كمان مبسوطين. هنسمع دلوقتي حاجه للاستاذه نانسي عجرم. مصبوط. الله، ببعت لها الف سلام وتحيه، استاذه الجميله نانسي عجرم. هنختم الانترو بالاغنيه دي، بعد كده فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع شيف يوسف. خليكم على صباح مزيكا. انا ياللي بعمري ببقى انا ياللي بريدك ليا انا ياللي بحبك وحدي انا. الهوى يا حبيبي الهوى اسرار، خيري وغيري وشوق ونار، نسأل كيف بغار عليك وقلبك علم قلبي غار. الهوى يا حبيبي الهوى أسرار، حيري وغيري وشوق ونار، نسأل كيف بغار عليك وقلبك علم قلبي غار. على وعدي يا وعدي وحدي أنا ياللي بعمري ببقى أنا ياللي بريدك ليا أنا ياللي بحبك وحدي أنا ياللي بحبك وحدي أنا. أيوة. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. شيف يوسف النهارده عامل حاجتين بحبهم
قوي. ده بينا مشترك الخرشوف ده. انا وانت بنحبه قوي. خلي بالك ان نادرا ان تلاقي ناس بتاكل خرشوف. انا بعشقه بكل بكل اشكال. ازيك انت كويس؟ منور حبيبي. ولابس اسمها بتاعي بالعربي من المريالة. مريالة. انا بحب مريالة. اسمها مريالة مكسوف تقول مريالة؟ لا هي اللي بتيجي. انت وانت في الحضانه كنت مش بتقول اسمها مريالة؟ طبعا كنت عارف كلمه ابرن دي خالص. طبعا بتقولوها انت في هي والويسك. لا هو المضرب. طب ما في حاجات كده دخلت علينا جديده. لا ماليش دعوه. هي اسمها مريالة. طب ما يعني في مثلا البابريكا دي انا كنت عمري ما سمعت عنها قبل كده. في الكام سنه الاخرانيه بس سمعت عنها. هي ليها اسم بالعربي. بس يعني كلام بيدخل علينا بنتعود عليه. لا حاضر. انا مش انا حاضر. انا غير. نعرف كله. نعرف احنا مصريين يا جماعه. مش معقول. ايه الحاجه الحلوه دي؟ ده خرشوف محشي خضار ومعمول بصوص الزبده والليمون والشبت. يجنن. وما هذا؟ دي شوربة الذرة. احنا قلنا من الحلقة اللي فاتت ان انت عايز شوربة الذرة. هي وجبة. هي رائعة. سقسق فيها البتاع العيش اللي انت عطوه. بالظبط. شيء جميل وعظيم. ابتدي بالخرشوف. يلا بينا. هنحتاج كيلو خرشوف، كوب بسلة، كوباية مشروم، بصل مفروم، ست معالق زبدة، كوباية جبنة فتة، كوباية جبنة مبشورة، وكوباية صغيرة من الشبت. شبت. شبت. يلا بينا. هيا بينا نطبخ يا ولاد الخرشوف. ده مجمد ولا عادي؟ مجمد. اول حاجه هحمر بس المشروم لوحده. انا عايز العين الثانيه مقطعه صغير ورفيع. مقطعه رفيع خالص. عشان ايه؟ ينفع في الحشو. هيكش. هو هيكش دلوقتي. وهسيبه. ماشي. وهتعمل ايه؟ وهنا بقى احط لك ايه؟ انا هحط شويه زبده. يموت في الزبده. بحب الزبده انا بصراحه. يا بحبها خالص. يا صفيح الزبده صفيح. ده وبصله مفرومه. هنسيبها بس ايه تقول شويه. زبده وبصل. ممكن بقى تديني البسله دي. بسله مسلوقه. احط على ايه؟ على البصل. البصل. بسله مسلوقه. هسيبهم سوا شويه. احط شويه ملح وفلفل. هنحط ايه معاهم بقى؟ نقول لك. حلو. هو ده بيخش الفرن؟ بيخش الفرن. طب فين الصينيه؟ موجوده. مطلعينها. فين؟ مش شايف. فين هذه؟ مطلعينها مصطفى. كان مطلعها. استنى احنا حتى مختارينها سوا. تمام. هو ده مصطفى اللي جاي هنا؟ فين بقى؟ مفيش تعرف انت وعدتك ده بيتك على هيك. مين؟ والله ابدا طلعناه بجد. ايوه انا بقول لك هو مسطول. هنجيب بقى ايه؟ بوله كبيره على الشمال. شفت؟ لا. شفت؟ يبقى دافع عنه بقى. مش محضرين حاجه. خد البوله دي. ايوه صح. هي مش كبيرة. الراجل مطلعها اهو. ماشي. يدافع عنك. هنحط دي. ايه دي؟ جبنه فته. حتى هرسها بالهرسه؟ يا ريت. في هرسه؟ طبعا احنا عندنا. في ايه؟ عندنا كل حاجه حبيبي. هي بس انا للاسف مش هقدر قوي. لا سيبها لنا. او بالشوكه. لا هي ده حقيقي. بص هنحط الشبت. هنحط نصه. بس هشيك على المشروم. يا صوت يا صوت. المشروم ابتدى اهو شويه. طبعا انا المفروض اسيب البصله لحد ما يبقى لونها ذهبي مع البسله. لو عايزين البسله مستويه كامله يبقى هسوي البصله لوحدها. وانت ما بتحطش توم على الجبنه دي؟ تحطش توم؟ لا ما مش حاطط فيها توم عشان مش عايز الطعم يبقى يكرف. يعني طعم التوم بيبقى غالب. والوصفه الصوص بتاعها زبده وليمون. اوكي. اقول لهم ان انت اللي مغششني الصوص؟ لا خلاص. انا عامل بشاميل. قلت له كفايه بشاميل. بقى لنا اسبوعين بنعمل كميه بشاميل بالهبل. ده حقيقي فعلا. فانت اللي غششتني الصوص. لا ما غششتكش ولا حاجه. طيب
احط المشروم فين؟ هنا على ده؟ اوه فعلا. وهتقلب لي شويه، وفي نفس الطاسه هزود شويه زبده، وهجيب المشروم بتاعي اللي هو مسلوق هديله تشويحه في الزبده بس عشان ايه ياخد الطعم كله. حلوه الخلطه تتجنن. انا هنا حاطط الخرشوف بتاعنا في الزبده، وهديله شويه ملح وفلفل برضو. جايز هزود البسله، اعمل انت عايز، على الخلطه بتاعتنا اللي هي جبنه فته وبعدين مشروم محمر والبصله مع البسله. وأقلبها كلها. تتقلب كلها. ده هيبقى احلى من نص في الخرشوف. يلا بينا. كده انا الحشو بتاعي جاهز. هزود النص التاني من الشبت. وهسيب شوية في الاخر بس للتزيين. ده خلاص؟ ده خلاص اه. يبقى انا الحشو بتاعي جبنة فتة والمشروم المحمر، بسلة مع البصلة، واخيرا الشبت. يلا ممكن بقى نطلع دول. اه نطلع. هتحشي؟ اه هنحشي. استعمل معلقه بس عشان نتحكم في ثانيه واحده. مش مشكله زي ما انت اهو. اه خلاص انا هقلبها باللسان، مفيش مشكله. بالايه؟ باللسان. باللسان اه. انا عربي اهو يا باي. عربي. عايز معلقه ولا معايا؟ لا ما هو استنى، خد معاها دي عشان تنزل. ماشي. اه مع بعض يعني. صح يلا. لا ثانيه واحده معلش، انت مش مسوي الطبقه. طيب ايوه ثانيه واحده. خشي هنا انت جوه عشان يبقى شكل ورده. ماشي يلا. هو الليمون ده ايه؟ في الاخر؟ اه الحشو كده لطيف. الله. احنا ممكن نحط النص الليمون دلوقتي والنص في الاخر عشان انت فكرتني بيه. بس كفايه. يلا نحط الجبنه بقى عليه على ال لا لا لا. والشوربه اللي هناك دي ايه؟ ودي اه لا دي اللي بعد كده. اه بتاعت الاكل الثاني. طبعا انا دي نضيفة ما فيش مشكلة لو عايز. اسرع. يساعدك ربنا. خلاص؟ اه خلاص كده يخش الفرن. يقعد قد ايه؟ هنرش رشة ثبت صغيرة. هو كله مستوي فاحنا يا دوبك عايزين الجبنة بس تسيح. من 10 دقايق لربع ساعة بيطلع حلو زي قوي الفرن. يا جماعة. وفيها بقى يعني مغذية بشكل يخش الفرن بس كده ايه ياخد الجبنه كل حاجه مستويه فعلا. اه بالظبط. هياخد بس شكرا. طيب احنا كده عملنا ايه وفضل لنا ايه؟ عملنا الخرشوف المحشي وهنعمل بعد كده شوربه الدر. وبهذه المناسبه يا استاذنا العظيم يا شيفنا العظيم هنسمعك اغنيه لست ورده. الله. بصوت مطربنا استاذ مؤمن خليل هيسمعنا دلوقتي. بكره يا حبيبي يا ترى هيحصل ايه؟ ان شاء الله خير يا رب. هنعرف دلوقتي. مزيكا ونرجع لكم بعد الفاصل. بكرة يا حبيبي نحطون القمر بكرة يا حبيبي احلى والسهر بكرة يا حبيبي نحطون القمر
تحتون القمر. وبكرة يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب فينا دايب دايب يا حبيبي بكرة يا حبيبي. حبايب 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 الحب فينا دايب دايب يا حبيبي بكرة يا حبيبي. لا أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف. رجعنا لكم مره ثانيه. كان بيقول لي حاجات تفطس من الضحك. الراجل ده كوميدي لازم يعمل افلام زي لوريل وهاردي. ازيك يا شيرين؟ ازيك يا شيرين؟ اخبارك ايه؟ زي الفل. كله جيوب اللي بتاع اللي انت لابسه؟ اه كله جيوب. بص حاطين جيوب في حتت غريبه ما علينا. احنا قبل الفصل عملنا ايه؟ عملنا الخرشوف المحشي بالخضار وصوص الزبده والليمون. دلوقتي هنعمل دلوقتي هنعمل شوربه الذره. حلوة دي رائعة. Very nice. قول لنا المقادير. هنحتاج كوباية من الذرة المسلوقة، بصلة مفرومة. كوباية ايه؟ كوباية واحدة. كوباية من الذرة المسلوقة. ذرة. كوباية ذرة مسلوقة. ما انا قلتها الأول ذرة. ايش؟ بصلة مفرومة، كوباية لبن، كوباية مرقة، ثمرة بطاطس، كوباية صغيرة من البقدونس، ومعلقتين زبدة. يلا بينا. بص بقى. دلوقتي أنت جايب الذرة المعلب. لو احنا هنشتري الدوره اللي هو كيزان دوره بتتسلق نسلقها ونفرغها وبعدين بنعملها بالسكين. طبعا ماشي. هو بصوا جايب ده المعلب ده اهو، عشان لو لقيتوه غالي شويه هاتوا دوره اسلقوه وايه وفكوه من ال في الصعيد بيسموها اناديل مسلوقه. اناديل؟ انت صعيدي اصلا. ايوه. البصله على الزبده. وبعدين سيبها بس تحمر شويه. الذره بقى دي ممكن تميل الطاسه للكاميرا. الذره بقى من الحاجات المفيده قوي قوي يا شيف. عارف غنيه بايه؟ ايه؟
بالاوميجا 3. هو بجد زي السمك. فمفيدة قوي للي عندهم نسبة كوليسترول عالية، كوليسترول الدار. أنا حلوة قوي الدار. ما أنت بتحب الدار أصلا. فهي مفيدة قوي للي عنده كوليسترول. أوكي. إحنا هنضربها في خلاط؟ أيوه. ليه كده بقى؟ لا ما هي لازم عشان تبقى شوربة. بالعكس. لا. هتبقى شوربة. هتبقى بطاطس بيريه. لا لا لا. هتبقى شوربة بيبقى. الدار المسلوقة يا جماعة. كده. بحبها انا والشوربه بصراحه، بس انا بصراحه مش بحطها في الخلاط. ما كده هقول لك على حاجه، اللي انت بتقول عليه ده بقى يبقى نزود عليها مثلا نوعين ثلاثه خضار وتبقى شوربه ذره. انت بتحبها كده بس؟ لا هي برده عشان تبقى سهله في الهضم شويه. فايه؟ احنا بناكله اصلا. ماشي، بس هي عشان تبقى كشوربه سهله في الهضم. ما هي الشوربه يعني تبقى قوام شوربه. نحط شويه ملح حلوين وفلفل. مش مقتنع بس اتس اوكي. نحب الشوربه تبقى ميه. ما هي مش ميه. لا هتبقى ميه، ما احنا هنخففها بلبن وهنخففها بمرقه لسه. ماشي انا صح. احنا يعني كل واحد وليه طريقه زي ما انت الباميه انت بتحبها، الباميه الويكه الناشفه، واحنا عملناها خضراء، فكل واحد ليه طريقه. دلتا خضراء ان شاء الله. نحط ايه عليها بعد كده؟ دي بس سنه. دي بطاطس؟ البطاطس في الشوربه بتخلي قوامها حلو قوي. تعرف اكتر بلد بتزرع انواع مختلفه من البطاطس؟ عندهم يمكن اكتر من 30 نوع بطاطس. في كولومبيا. بيرو. بيرو. بيرو دي فين؟ امريكا. دي في امريكا الجنوبيه. امريكا الجنوبيه. طب تصدق كنت عارفها. وعاصمتها ايه؟ لا ما اعرفش عاصمتها، بس انا عارف ان امريكا الجنوبيه ليما هي في اقصى غرب امريكا الجنوبيه، واخده بالطول كده. انواع كتيره من البطاطس، اكتر من 35 نوع بطاطس. اشكال احنا ما بس مفيش احلى من البطاطس في مصر. البطاطس بتاعتنا فظيعه. البطاطس المحمره عندنا دي احلى حاجه. لو احنا عندنا بالذات في بيتنا بنعملها. التكلت اللي بنعرف ده هنا كل برنامج لما بيقول لي اهو كلهم بنعمل احلى بطاطس محمره في الكوكب فعلا. مش معنى بقى ما بنعملش اي حاجه، مش هي تطلع كده. النفس ده بيجوا ياكلوا بيقعدوا النفس. كانوا عايزين بطاطس محمره. بيفرق. يلا نحط بقى البطاطس. هنحط لا بس المرقه ونجهز الخلاط. يعني البطاطس مش هتتضرب. هتتضرب في الخلاط. دي مرقه خضار، اللي عايز يحط مرقه لحمه، مرقه فراخ. انا بحب مع الخضار استعمل مرقه خضار. هتدلقها لك. يلا شيل انت دي. جيني جي. جيني جي. شكرا. اشرح لهم كده عملت ايه لغايه ما اجي. احنا الاول جبنا بصله حمرناها في زبده والذره المسلوقه، سواء هنجيبها معلبه او نسلقها ونفرطها بعد كده نزودها على الطاسه اللي فيها الزبده والبصله بعد ما البصله تتحمر. نديها بس ايه غلوتين كده وبعدين هنزود لها المرقه. ودلوقتي استاذ شريف هتحط مرقه تاني؟ ممكن حسب بقى. انا شايف ان هي هتحتاج. ما لسه في لبن معانا. اوكي. ومعانا البطاطس المسلوقه، بطاطسايه واحده مسلوقه ومهروسه. نحط شويه لبن عشان احنا مش عايزين كريمه. كريمه خليها تطلع. فبدلناها بشويه لبن وبطاطسايه هيدوني نفس النتيجه. صح كده. نحط البطاطس؟ نحط البطاطس. سوري اسف بس عشان ما تطرطش. بس خلاص. بس يلا. في حاجه ثانيه؟ لا. نشتغل؟ يلا بينا. يلا يلا. هنزود بقى حسب القوام بتاعنا احنا زي ما احنا عايزين. نحط ايه بقى؟ لا ده خلاص كده احنا في الاخر. نحط شوربه تاني بقى. حط شوربه تاني. في حاجه تانية؟ لا تبقى جاهزه على الغرف. عايز تغرفها؟ يلا بينا. عايزين نغرفها فين يا ولاد؟ انا عندي هنا ده في اهو. تخيلي ممكن تخف كمان شويه ولا ايه؟ لا حط ما تحطش لبن، حط من بتاع التاني. ايه الجبنه دي؟ دي من الوصفه الاولانيه. لو عايزين يعني مش عايزين بلاش. انا اصلا
الجبنه دي اعملها سندوتشات، ما بحبش الجبنه على الاكل. لما بتنزل على الشوربه وهي سخنه بتسيح فيها كده بتبقى لطيفه برضه. استنى. هي مش بطاله. كنت افضل تبقى اخف. انت بتحبها اخف من كده. حط شويه بقدونس. الله. وممكن نعمة ربنا يا ولاد. لو عايزين شويه جبنه. مش عايزين مفيش مشكله. تبقى لذيذه قوي بقى. تعالى بقى كده خليني عن اذنك عشان نوضب الطبق كده. كده اهو. كده اهو. عشان الناس تتفرج وتستمتع. استمتعوا لو سمحتوا لغايه ما نشوف اللي في الفرن اخباره ايه. والخرشوف اهو فلة. طلعوا. اهو يا سيدي. بصوا يا حلوين. برافو يا مشاهدينا الجمال. طلع قدامك اهو. غرفنا كل حاجه وعملنا كل حاجه قدامكم بالهنا والشفا. شكرا شيف يوسف. احكي لنا عملت ايه النهارده. عملنا خرشوف محشي بالخضار بصوص الزبده والليمون والشبت. وعملنا شوربه الذره. بنشكرك شكرا جزيلا. بهذه المناسبه يا حلوين هنسمعكم اغنيه للنجمه باسكال مشعلاني نور الشمس. الله الله الله. وبشكرك يا شيف يوسف. بعد ما نسمع بصوت مؤمن خليل نور الشمس الباسكال مشعلاني فاصل ونرجع لكم مع استاذ ايهاب وكيم. خليكم على سمحتوا. مزيكا. بتأمل فيك وبسحر جفونك وبسافر فيك ببحر عيونك قلبي بغفيك والحلم جنونك شراعي يدفيك والموج يصونك نور الشمس نور جبينك انت الامس عمر سنينك مرني بهمس من حنينك واحلم بس انت حبيبي نور الشمس نور جبينك انت الامس عمر سنينك مرني بهمس من حنينك واحلم بس انت حبيبي شو حلو نام عسرير غيومك والقمر حرام لمخد نجومك لاشتاق لام او حتى لومك ما في احلام خلقت من دونك نور الشمس نور جبينك انت الامس عمر سنينك غمرني بهمس من حنينك واحلم بس انت حبيبي نور الشمس نور جبينك انت الامس عمر سنينك غمرني بهمس من حنينك واحلم بس انت حبيبي با اربع شارع شريف اربع شارع شريف اربع شارع شريف استاذ ايهاب وكيم النهارده منور. وبصوا بقى برنس هو برنس ما يتقالش عليه برنس في تعاملاته في كل حاجه. خالع درسه وتعبان بس ما رضيش يعتذر عن الحلقه وجه وهو تعبان فعلى راسي من فوق. ربنا يخليك وانت كمان ما اعتذرتش عن حلقتك رغم ان عينيك وجعك. انا شايفها من هنا. ده انا حاطط تحتيها حاجات عشان ما تبانش. ولابس ملابس نظاره بس انا خدت بالك النظاره دي عشان ما تبينش الحاجه. ميه بيضة بقى وكده. لا وانا كويس ان انا الناحيه الثانيه يعني الحته اللي ورا ما هنا شويه. مش لا بس مش باين اصلا. مش باين. امبارح عملت كام مدار. اخبارك ايه كله حلو؟ انا تمام. الف حمد لله على سلامتك يا راجل محترم. هنتكلم الفرق بين السعاده وال المتعه. المتعه والسعاده. مش بنعرف نفرق ما بينهم. ومش بنعرف مين اهم. ودول يعني نعرفهم مبدئيا ان المتعه دي حاجه حسيه. يعني انا بستخدم حواسي اللي ربنا اديها لي. حسيه وقتيه. حسيه طبعا يعني وقتيه طبعا عشان دي برضو من الحاجات اللي هنقارن ما بينها. فممكن امسك مثلا موبايل او اكل اكله او اسمع اغنيه
او اشم ريحه مثلا كولونيا او بارفان. فكلها خاصه بالحواس. لما باخد متعه او بحس ان انا مزاجي اتغير من حاجات حسيه يبقى دي متعه. لكن السعاده دي حاجه نفسيه روحيه. يعني بلاقي ان انا في جايه يعني السعاده حاجه بحس انها من نفسيتي انا مرتاحه وروحيا وروحانيا كمان مرتاح. اوكي. كمده طبعا المتعه مدتها قصيره بتختلف حسب الحاجه اللي انا بتمتع بيها. ممكن الاقي ان انا بقعد شهر شهرين مبسوط بموبايل جديد او 3 4 اشهر عندي عربيه جديده، لكن في الاخر بنرجع تاني ونقوم نازلين عندنا كده زي مستوى دايما بنبقى ثابتين عنده. لما بتجينا متعه بنطلع كده فوق شويه وبعدين نقوم نرجع نلم عليه تاني حسب بقى الحاجه. سوري، حسب الحاجه. الصيني اتكتش على درسي. حسب الحاجه اللي انا بشتريها. ممكن هدوم ما تاخدش وقت موبايل او ما تاخدش وقت عربيه او ما تاخدش وقت شاشه التلفزيون، لكن في الاخر برجع الم على المستوى السعاده بتاعي. ممكن المتعه والسعاده يبقوا مع بعض في نفس الوقت؟ لو انا قدرت لو انا عندي اوريدي السعاده مش بكتسبها. يعني السعاده بتيجي الاول. السعاده طبعا، السعاده اللي بيسموها حتى في حاجه اسمها كيفية المحافظة على مستوى السعادة اليومي، دي على فكرة معادلة بيسموها enduring level of happiness. انت هسألك سؤال معلش، ايه أكتر حاجة بتسببك السعادة في حياتك؟ لما أعمل حاجة في 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 المعنى بتاع حياتي بيسموها الباشن أو الميننج، يعني إن أنا أشتغل في اتجاه، يعني أنا أقول لك مثلا أنا كمهندس وخاصة أنا مهندس صيانة. مهندس ناجح وربنا يخليك، شكرا. وكمان في شغلي في الـ في الـ في الـ في مجال التنميه البشريه ككونسلر ولايف كوتش، فانا تقريبا بقالي 35 سنه ما بسمعش اي حاجه لطيفه. يعني كل الحاجات اللي بتجيلي صعبه، بتجيلي شويه ناس متضايقه، ناس زعلانه، سواء في صيانه الاجهزه او صيانه الانسان. ولكن انا بعتبر حلوة نفسي صيانة الانسان. طبعا انا بعتبر نفسي بروبلم سولفر، حلال مشاكل. وانا الـ في شغلي حتى في الصيانة بتاعت الاجهزة الطبية بيهمني جدا جدا جدا. مش طبعا شركتي، اكيد مش الشركة اللي انا بشتغل فيها او انا او صاحب الـ المكان. المكان بيهمني كمان المريض اللي انا معرفوش ومستني الجهاز ومش هشوفه، مستني الجهاز ده يشتغل عشان يخفف الالم بتاعه. فده اللي بيسبب لي سعاده. اوكي. يعني اكتر من اشتري موبايل او اشتري جاكيت جديده او اغير عربيتي يعني. فدي الحاجات اللي هي الحاجات الحسيه دي دايما زمانها قصير. ولكن السعاده زمانها طويل. صحيح. لان انا بقدر احافظ على مستوى السعاده اليومي بتاعي. وحضراتكم ممكن تشوفوها، ممكن يدخلوا على الانترنت، بدل ما نخش على الانترنت نضيع وقتنا، هيلاقوا ايه هي المعادله بتاعه المحافظه على مستوى السعاده اليومي. انا السعاده دي بشوف مش للاسف مش كل الناس محظوظه انها تكون سعيده. وفي نفس الوقت بشوف ان السعاده شيء سهل وبسيط ان الواحد يحصل عليه. المدل تقريبا احنا هنختم بيه الفكره اللي انت بتقولها شريف، هنختم بيها وهنختم بمثالين. انت عارف احنا دايما بنحب ندي كده زي تشبيهات. طب قبل ما تقول بس انت شخص سعيد. الحمد لله. الحمد لله، نعم الحمد لله. يعني طبعا انا زي اي حد بتعرض لايام ما بقاش لطيف فيها بمشاكل. طبعا اللي بيعرفني وبيعرف قصه حياتي انا كشخص وكاسرتي يعني بيمكن يتخدع في الشكل. لو لا احنا عدينا بصعوبه، انا عادي زي اي واحد في الناس. لا بس انت زوج فاضل واب فاضل وصالح. اشكرك. يعني ما اجتهدت عن معرفتي بيك الشخصيه وبعيلتك يعني. ربنا يخليك. انا اجتهدت وبذلت مجهود، وده اللي زي اللي انت بتقوله ان السعاده ينفع نعرف. عارف انا دايما بقول ايه، ان 10% من الناس ممكن تتجوز ونصهم ينفع يخلف. انت من ال 10% اللي انا شايف انهم يصلحوا للزواج وبناء اسره
ومن ال 5% اللي يصلحوا ان هو يكونوا اباء. بص انا الحقيقه عشان برضو ابقى امين، انا سعيت للموضوع ده من ساعه ما خلفت، من 26 27 سنه، ده اللي دخلني مجال التنميه البشريه بالفعل. ذاكرت، انا ذاكرت وجماعه 27 سنه كان اوريدي عندي، على فكره النهارده كان عيد ميلاد ابني الوسطاني، كان عندي ابني الكبير وابني الوسطاني. فانا بقول للناس لما هنبذل مجهود، زي ما في 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 جمله بتقول انت غير مجبر على الخلفه، لكن لو خلفت فانت مجبر على التربيه. يعني لكن احنا نخلف وبعدين نترك موضوع التربيه ده عشوائيين. عشان كده انا في مش عارف اذا كان احنا هنخرج بره الموضوع، بس انا في محاضره عملتها عن المقارنه بين الاسر المتزنه والمضطربه وشديده الاضطراب والتحديات اللي بتقابل الاسره. التحدي الرئيسي جاي من قصور الوالدين في التربيه نتيجه يا الاهمال يا الجهل. فبنحصل على أسر يا شديدة الاضطراب بتنتج لينا للمجتمع الكثير من المجرمين والمدمنين، يا مضطربة هي بتحاول تعيش ولكنها بلا سعادة، يا متزنة وده قليلين قوي. نرجع للسعادة والمتعة. كمان المتعة غير ان احنا قلنا هي حسية وزمانها قصير، هي بتعتمد على الأخذ، ان انا اخد اخد حاجه مش ادي. عشان كده زي ما احنا بنشوف، زي ما انت سالتني في الاول، ان العطاء نفسه يعني بيسعد، لما بتسعد اخرين بتلاقي نفسك بتتسعد، ولكن المتعه هي في الاخد. كمان المتعه فيها ان انا اكون منفرد، يعني ممكن اكون انا بكتسب هذه المتعه كشخص منفرد او كقاعد لوحدي، ولكن السعادة بتكون وجودك وسط مجموعة من الناس أو الآخرين. هو أنا ممكن بس أختلف معك في حتة صغيرة. اتفضل. بس الساعات ممكن السعادة إن أنت تكون منفرد برضو من في بعض الحالات. لأن أنا عندي يعني لو هتكلم، أنا شخص برضو سعيد الحمد لله نعمة. تمام. وأكتر وقت أنا بكون سعيد فيه ما بكون مع في عزلتي، وبالذات في كلامي مع ربنا. ما هنا سعادة يعني روحانية، ما فظيعة. احنا قلنا روحانية طبعا السعادة، انت عندك حق هي روحانية طبعا. يعني انا الوقت اللي بكلم فيه ربنا سواء وانا بصلي او مش بصلي هي اكتر وقت انا بحس بسعادة فيه. تمام. بس انت تعرف تخرج بره ده وتكتسب السعادة من وجودك وسط الفريق العمل اكيد بيحصل. لكن ده ما بيعرفش بقى. يعني الراجل اللي بيبحث عن المتعة، الشخص اللي بيبحث عن المتعة ما بيعرفش التاني. أنا ممكن أناني شوية. أبقى بعرف الكل وبعدين بقدر في الحتة الروحانية، أو إحنا كرجال عندنا البوكس الفارغ ده اللي بنحب أحيانا نقعد فيه، ولكن نقدر نخرج براه ونسعد الآخرين ونرجع. لكن ده لو دخل، ما هو كل حياته في مقتصرة على هو أنا. كمان المتعة فيها إدمان. طبعا. وهنا الإدمان مش بقى يعني إدمان السوشيال ميديا، المخدرات، إدمان المخدرات، الجنس الكحول، الأكل. في إدمانات تانية، في إدمان الكذب، في إدمان الرجيم، إدمان الجدل. بس أوحش حاجة عارف كل اللي أنت قلته ده؟ الكذب. أنا عارف. هو ده من أسوأ الإدمانات، والناس يعني لما بتخش في الإدمانات دي مش بتقدر تبقى عارف أي حاجة. أي بس حاجة بس ده دخلنا في مرض، يعني الكذاب، وفي ناس تلاقيها إيه مقتدر جدا بس بيسرق عنده ده السرقة. دول مرضى. ده مرضى. أي حاجة مغيرة للمزاج بتتصنف إنها إدمان. شيشة، سجاير، قهوة، أي حاجة بتغير مزاجي، أي حاجة بتديني متعة من برايا، هي نوع من أنواع الإدمان. أوكي. فده الفرق بين الإدمان والسعادة. السعادة كمان محتاجة مجهود، لأن أنا لازم يعني أنميها جوايا، أرفع المستوى بتاعها. لكن المتعة
ممكن مكلفة كمان، لأن أنا مضطر أن أنا أحصل على المتعة من حاجات أنا بشتريها بتجيلي هدايا، بس السعادة ببلاش. السعادة ببلاش، بس اوعوا تفتكروا ان اللي معاه فلوس كتير ده سعيد، ها مش بكده خالص، ولا تتحسب بكده خالص. نقدر ندي تشبيهين، تشبيهين انا دايما بستخدمهم، الفرق بين القمر والشمس. بغض النظر عن اللي بيدرسوا اولادهم دراسات ان ده كوكب وده نجم، يعني القمر كوكب والشمس نجم، لكن القمر جسم معتم مظلم مستني حد ينور عليه، الشمس اللي بتنور عشان ينور. انا ما ينفعش في حياتي ابقى قمر، الشمس بتدينا النور والحراره من جواها، لكن انا لو انا قمر ومستني حد يضحك في وشي عشان اضحك، وحد يكشر في وشي عشان اكشر، وحد يديني حاجه عشان انبسط، ده يبقى انا مجرد جسم مصمت معتم من جوه. لكن لازم في سكه حياتي اتنقل لشمس، واقدر انا من جوايا ادي النور والحراره للاخرين. صحيح. انا استمتع وادي الحراره. حلو قوي التشبيه ده، وده كمان هشبهها بيك تشبيه لطيف كمان، وده الفرق بين العنايه الشخصيه والانانيه. احنا في مصر مش بنقدر نعرف الفرق بين السلف كير والسلفشنس، ما بين العناية الشخصية والأنانية. أي حد بيعتني بنفسه اعتناء صحي مظبوط بنعتبره إن شخص أناني أو شخص مرفه. هو إمتى ما بيبقاش مظبوط؟ لو أنا اعتنيت بنفسي ومديتش الآخرين، أو بالعربي كده على قفا الناس. بالظبط بالبلدي. شكرا. يبقى أنا بعتني بنفسي عشان أتملي، عشان أقدر أدي، زي ما تشبهنا قبل كده سفنجة الحوض. لا يعني لو هي مش مبلولة وفيها نقطة صابون مش هتعرف تشطب المواعين. صح. فأنا لو أنا جوه مشقق مش مليان مش هعرف أعمل أي حاجة. صحيح. التشبيه بقى كمان التاني، وده اللي أنا بشجع عليه كل الناس وبشجع نفسي معاهم، إحنا بنشوف الحاوية الكونتينر، الحاوية اللي هي بتبقى على التريلا دي وجميلة جدا، ومن بره ممكن نلاقيها على قناة السويس عليها حاويات ومركب معدية ومن جوه هايلة. تمام. بس اللي أجمل من الحاوية هي المحتوى. اللي أهم من الكونتينر هي الكونتنت، الأهم من الحاوية هي المحتوى. فإحنا لازم نخرج بره سبق تجميل الحاوية. يعني أنا جسمي ده الحاوية، لكن الأهم منها في إيه جوه؟ في إيه جوه؟ أوكي، ما حدش قال إن إحنا نسيب الكونتينر ما ننظفوش، ما نزوقوش، ولكن أهم من كده أنا هفتح الكونتينر ألاقي إيه بقى؟ تفكيري، عقلي، ألاقي جوه إيه؟ ألاقي جوه خرابة، ألاقي جوه نفايات، ألاقي جوه جثث، ألاقي جوه، يعني جوه ألاقي إيه؟ فإحنا بنندفع وبندفع بعض في سباق الحياة ان احنا نجري ورا تجميل الكونتينر او الحاوية. عايزين نخرج بره السبق ده. صح. عايزين نخرج بره السبق ده ونبص على المحتوى، وهو ده الاهم من الناحية النفسية والروحية. لان زي ما ابتدينا الحوار بتاع الحلقة قلنا ان السعادة بتيجي من الناحية النفسية والروحية. الناحية النفسية والروحية مش هتيجي غير لما نشتغل، مش هتيجي غير لما نبذل مجهود ويبقى عندنا مصابرة وإصرار واستمرارية. صحيح. نورتنا وشرفتنا وألف سلامة عليك يا راجل يا محترم. سمعت أغنية حلوة قوي للموسيقار الراحل محمد فوزي. الله جميل. طير بينا يا قلبي. يا جماله. أشكرك. أدي من الحاجات اللي ممكن تدينا متعة. متعة وسعادة. نسمعها دلوقتي، طير بينا يا قلبي للموسيقار محمد فوزي بصوت مؤمن خليل. بعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم مع الكاتب أستاذ خيري حسن. خليكم على سماحة. مزيكا. تقوليش السكة منين،
ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين حبايبه كلهم خاف من نصيبي واسمتي لا يكون نصيبي زيهم دلوقتي هنروح له سوا ونصلحه عن النور والهوى طايرين على جناح الهنا انت الحبيب والروح انا تربينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين الله أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف على استاذ خيري حسن مساء الانوار مساء كل حاجه حلوه الفل الفل والانوار والورد. بس يقول لي الاول احنا الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن الشائعات والحاجات اللي بتفبرك من ايام الامام محمد عبده يمكن من 120 سنة. بعدين قريت الاسبوع ده 50 حاجه برضو شريف تعبان شريف فبركوا ده بيقول لك ان انا على فراش الموت يا ساتر انا مش عارف ليه مواقع مهمه جدا عشان كده سايبين الدنيا كلها والدنيا بتضرب تقلب لا وفي بعض المواقع استغربت مواقع مش 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 مصريه عندنا يعني في بلاد اخرى سياسيه المفروض يعني سابوا كل البلاوي وجايبين شريف وانا عندي عمليه ميه بيضاء مثلا بيقول لك ده حالته صعبه وفي الانعاش واللي يقول لك مش عارف فين واللي يقول لك فين وانا انا دخلت علقت قلت لهم احسن هو انتوا بتتكلموا عني؟ احسن انك عملت كده اخبارك ايه؟ الحمد لله نرجع بقى بما ان احنا نرجع بقى للصحافه اللي بجد والفن اللي بجد الصحافه اللي بجد ما هو المواقع دي صحافه برضه بس للاسف يعني سنه 48 احسان عبد القدوس مجله روز اليوسف دي طبعا حاجه عظيمه جدا في الصحافه المصريه والعربيه وكانوا يهتموا بالكاريكاتير جدا
الكاريكاتير ده بالنسبة لهم مدرسة الحقيقة. وبعد كده جت صباح الخير. فكان مثلا عايزين أساسي يعني زي ما بندور على المحرر بيدوروا على رسام الكاريكاتير. وبعدين حسام عبد القدوس كان لسه بقى في شبابه يعني وقتها كده، فلازم يجيب رسام كاريكاتير جديد لانه الرسامين اللي موجودين كانوا بيتصارعوا عليهم بقى مسابقات احتراف، لانه مش كتير مش كتير ومش اي حد فنان يعني. صح. والصنعه هنا برضو والفن كان له دور مهم جدا. صحيح. في وسط ما كانش فيه زحمه الحقيقه، الزحمه اللي احنا فيها دي بتخليك لا بتعرف تشوف الموهوب من حاجه تانية. فوقع على رسام كاريكاتير اسمه عبد السميع، وده ابو الدكتور عمرو عبد السميع الله يرحمه. فكان بيعمل برامج وكان صحفي كبير وكاتب مهم الله يرحمه. الفنان عبد السميع ده لما الاستاذ حسام عبد القدوس قعد يتابعه ويشوف خطوطه ويشوف رسمه قال لك لا ده فلته، طب لازم نجيبه. فبدا يجيبه. فشوف بقى مثلا الحوار اللي دار بينه وبين، وده اتنشر في كتاب اسمه ابيض واسود عن الاستاذ عبد السميع، وكتب المقدمه بتاع الكتاب ده الاستاذ حسام عبد القدوس. فبيحكي فيها على انه لما جاب عبد السميع وقعد معاه عشان يتفقوا بقى هيحترف في صباح في روزا اليوسف. فعبد السميع قال له الاول قال له بقول لك يا استاذ عبد السميع اسمك ده مش اسم فنان. يعني الحقيقه انا يعني عايز اغيره، شوف اسم فن. الحكايه دي كانت شهيره جدا في التوقيتات دي، يعني حد يشتغل في السينما فيقول له غير اسمك انت اسمك ايه ناديه، لا نخليكي سلوى، يعني شوفوا اسم فني الحقيقه. انت اسمك ايه كله يعني ناخد في الاسم اللي بعد كده. قال له انا اسمي عبد السميع عبد الله. قال له اللي بعده قال له عبد الله. قال له لا 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 خلاص خلينا في عبد السميع وبعدين ما انا اسمي عبد القدوس يعني. وبعدين كانت وجهه نظر برضو للاستاذ عبد القدوس ان الاسم ان العمل الجيد هو اللي بيصنع الاسم. صح. يعني انا معاك كده جدا. العمل الجيد يصنع الاسم. فقال له طيب خلاص ايه طلباتك؟ طلباتك كلها مجابه. تمام. قال له ايه طلباتك انت بقى؟ بيسال عبد السميع. قال له طلب بحاجه واحده بس، انا ما تفرضش عليا حاجه. وعندي حاجات ما تقربليش منها، لا تقول لي هاجم الوفد بعد كده هاجم، ولا تهاجم مصطفى باشا النحاس بعد كده هاجم. بس شوف بقى حرفيه ومهنيه وذكاء حسين عبد القدوس. هو بيقول كمان انه مع هذا الفنان انا لقيت ان في فنان عنده مبدا، لانه كان معرف في الصحافه ما قبل ذلك برضو ان انت ممكن تهاجم رئيس الوزراء وبعدين تاني يوم تشكره وبعدين تهاجم الوفد وبعدين مره تبقى معاه ومره تبقى عليه مره تبقى ضده. يويو شغال على طول انت طالع نازل. بالظبط طالع نازل. بيقول حسين عبد القدوس عبد السميع ده هو الوحيد اللي انا لقيته عنده مبدا في الحكايه، فقلت اسيبه اذا لقى حاجه كويسه. هو من نفسه بيشكرها، اذا لقى حاجه مش عاجباه يعمل نقد ليها. واشتغل الاستاذ عبد السميع في انا فاكر قابلت الدكتور عمرو عبد السميع الله يرحمه عشان يكلمني على والده في سلسله كنت عملتها عن يعني الاباء يعني. فالحقيقه حكى لي حاجات عظيمه جدا عن تركيبته كفنان، وكان من ضمن الحاجات يقول لي مثلا بعد كده هو انتقل الى الاخبار في اخبار اليوم، فيعملوا ايه مثلا مصطفى امين وعلي امين؟ كانوا بيعملوا اعلانات يا عم شريف في الشوارع زي اعلانات السينما، يقولوا مثلا عبد السميع عندنا اعلان في الشارع. الكاريكاتير فن من الفنون المهمه جدا في الصحافه المصريه. صحيح. على مدار تاريخها. عبد السميع فنان كبير مواليد 1925 توفى 85-86. الاستاذ رشاد كامل عمل لنا كتاب برضه عنه وعن فنان الكاريكاتير في روزا اليوسف، لان مدرسه روزا اليوسف طلعت ناس كتير في فن الكاريكاتير. وكمان روزا اليوسف جورج بهجوري راح برضه فنان كبير واشتغل في الاهرام. كل انا ظني انه كل فنان كاريكاتير لازم يعدي على روزا اليوسف الاول، لانه كان عندهم روزا اليوسف وعندهم صباح الخير. صباح الخير دي مدرسه بقى كمان. طبعا. صلاح جاهين، وده صلاح جاهين كان بادئ فيها اساسا رسام سكرتير تحرير يعني. وبعد كده لما احمد بهاء الدين هو قاعد معاه يدردش فقال له ده انا برسم، شوف برضه الموهبه تيجي ازاي. قال له انت بترسم؟ قال له اه. قال له وريني رسمك كده. فورى له الرسم. قال له طب انت شغال سكرتير تحرير ليه؟ ده انت فنان. شوف الاكتشاف من بدري. ففنان عبد السميع فنان مهم جدا وشخصيه مهمه وصحفيه مهمه في الصحافه المصريه. فانا الحقيقه كنت حابب ان احنا نتكلم عن الحقيقه. صحيح صحيح. طب عايز تسمع ايه؟ يعني الاستاذ مؤمن يكون جاهز بيه. انت جاهز بايه يا ابو؟ احلف
احلف احلف يلا. احلف كده ان انت جاهز. بيحلف احلف ان انت جاهز. ايوه الاستاذ بهاء سلطان. ماشي. وبعديها فاصل ونرجع لكم مره تانية مع استاذ خير حسن. خليكم معانا لو سمحتوا. احلف ان انت اتعلمت الحب واول مره يدق القلب على ايدي انا. احلف ان انت لا حسيت ولا شفت ولا قابلت في مره ولا عرفت يا حبيبي الا انا. احلف اتعب انت تداويني اسهر انت تواسيني. اتعب انت تداويني اسهر انت تواسيني. اعطش واقول يا ميه تسقيني ميتك. ادوق من اساسيه واشرب حنيتك. اعطش واقول يا ميه تسقيني ميتك. ادوق من اساسيه اشرب حنيتك. علمني الحب كله من غير ما ادفع ثمن. دوقني الحلو كله حببني في الزمن. علمني الحب كله من غير ما ادفع ثمن. دوقني الحلو كله حببني في الزمن. احلف ان انت اتعلمت الحب واول مره يدق القلب على ايدي انا. احلف. الله. اربع شارع شريف. اربع شارع شريف. اربع شارع شريف. أستاذ خيري حسن وقصة رقم اتنين. قصة مين؟ قصة بقى نرجع لما لثورة أحمد عرابي. الثورة العربية. الثورة العربية. الثورة العربية العظيمة الرائعة. وأحمد عرابي في بعض الناس كتبوا عليه كلام ما يصحش من الكتب. ده طبعًا ده لا ده في حاجات طلعت ده لدرجة أنا كنت قريت إنه كان لما رجع مصر بقى بعد النفي راح يزار السيد الحسين. الشباب كانوا بيهاجموه. ما هو الناس يا استاذ شريف يعني انت كمؤرخ او ككاتب يجب ان تنحي يعني ميولك. هو خليك وقتها كان ممكن يكون في خلافات سياسيه في اتجاهات سياسيه معينه انما وطنيه احمد عرابي ورجال الثوره العربيه لا شك فيها ولا جدال في وطنيتهم. وعايز اديك مثال لهذه. شوف بقى الاحساس الشعبي بيجي ازاي. كان له صديقه انجليزي اسمه مستر بلاند وده عمل كتاب مهم جدا اسمه التاريخ السري للانجليز في مصر. وده كان يحب مصر جدا ويحب العرابيين ويحب احمد عرابي. فبعد ما قرر بقى طبعا بعد الثوره وبعد وقبل النفي واتعمل محاكمه لاحمد عرابي فقرر يجيب محامي انجليزي صاحبه اسمه بريدلي يدافع عن احمد عرابي. وهذا الرجل عمل كتاب برضه مهم اسمه كيف دافعت عن عرابي. اللي يلفت نظرك ايه بقى في الحكايه؟ انه هو كاتب في الكتاب ده يلفت نظرك ايه بقى؟ انه في لا انا عايز عندي استفسار في حاجه. اتفضل. هو ده كان ايام الاحتلال الانجليزي قبل بقى خلاص يعني قبل الاحتلال بقى كان موجود بقى الخديوي توفيق قبل ما يبقى احتلال تماما قبل يعني. ما يبقى احتلال تماما. ازاي بقى صديقه والمحامي ان هم كانوا معاه وبيدافعوا عنه هم عارفين ان يعني احنا على وشك يبقى في احتلال اصلا؟ ما هو دي برضو تركيبات بشرية يعني. بلانت ده له كتاب مهم اسمه التاريخ السر للاحتلال الإنجليزي وهو بالفعل كان بيحب مصر. الكلام ده سنة كام؟ 1800 وكام؟ 1882. بس الهصات إذا جاز اللفظ يعني أو المقدمات كانت قبل كده بشهور بعد كده بشهور بتاعت الاحتلال. طبعا قبل كده بشهور بعد كده بشهور. ثم قرر انه يتكلف المحامي صديقه وبالفعل المحامي قام بدفاعه كما يعني يجب ان يكون. ما انت عندك مثلا في حادث دمشواي ما وجابوا محامين يعني يدافعوا رغم ان احنا يعني عارفين اللي فيها ورغم انه المهم انه اللي عايز اقف قدامها بقى في الحته دي يعني حكايه فتاه مصريه هي حست
وكان عندها يقين وقناعة أن أحمد عرابي ما قام به والعرابيين دول لصالح مصر. تمام. فتعمل إيه؟ هو كاتب في الكتاب بتاعه ده أنه المحامي المحامي ده أنه فوجئ برسالة جاته. الرسالة دي من فتاة مصرية لا يعرف من اسمها من اسم هذه الفتاة ولا احنا كمان رغم كل السنين اللي فاتت دي غير ان اسمها أنجا بس. قالت له في هذه الرسالة بعتت له رسالة عظيمة جدا. أنجا ولا إنجي؟ لا أنجا. وقالت له إنجي ده يمكن اسم جديد شوي لكن وقتها كان اسمها أنجا. فتاة مصرية حتى الاسم يبين انها مصرية مصرية يعني. ان اظن انجي ده ممكن يكون اسم تركي مثلا بالظبط كده يعني مش مصري اصلا شركسي شويه. بتقول له في الرساله يعني رساله طويله جدا يعني لكن فيما معناها بتقول له انا معاك وكل الـ 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 والمراه المصريه كلها في صفك وبندعمك وبنشكرك وبنسندك. بتقول للمحامي كله للمحامي كاتبه له رساله هو كاتب ده ووصل بيها الحال بقى على حسب ما قال برضو ان هي باعت الحليه بتاعها الصيغه بتاعتها اللي موجوده بعتت له شويه منها وباعت الباقي وقالت له خد ده خد الفلوس دي خد الحلي ده ليك مكافاه لك او اتعاب او سميها زي ما شئت يعني مقابل ان انت بتدافع عن احمد عرابي. يا خبر ابيض. دي بقى لا هي ليها علاقه بالاحزاب ولا لها علاقه بالسياسه ولا لها علاقه بالسرايا سيده مصريه بالظبط كده لكنها في لحظه ما شعرت وحست ان هذا المحامي واقف مع مصر لانه بيدافع عن احمد عرابي. فهنا بقى الحس الشعبي اللي بيبقى موجود. انا الحقيقه لما قريت الحكايه دي قلت لازم يعني لازم نفتكر هذا الاسم ونفتكر هذا الموقف لانجا كمان هذه الفتاه المصريه للاسف بس غالبا من القاهره يعني من مدينه يعني لكن لا انا حبيت ادور ان الاقي حتى غير يعني انجا ايه ما فيش. هو حتى نفسه كاتب في الكتاب ان الرساله جات له معنونه بهذا الاسم فقط. اوكي فالحقيقه لقطة الله يرحمه أو مشهد ستة أصيرة بالضبط كده يعني يجب ألا ننساها الحقيقة. صحيح. خلصت الحقيقة أنا عايزين مبسوطين أهو. بشكرك تعيش الله شرفتني ونورتني. شكرا كاتبنا أستاذ خيري حسن على وجوده معايا النهاردة. خلونا بقى نختم يومنا الحلو ده وأسبوعنا ده مش أسبوعنا يومنا ده لسه في حلقات تهت ونختم يومنا الحلو ده ب حاجه كده لاحمد عدويه عيله تايه مصري اصيل برضه صوته مصري جميل صوته عدوية. جميل بحبه من عشاقه وانا والله نسمعها بصوت مطربنا مؤمن خليل واتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. نشوفكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم باي باي. عيلة تايهة يا ولاد الحلال ببلوزة نايلون على جيبات رجال والأجر والثواب عند الله يا عيلة تايهة تايهة يا ولاد الحلال ببلوزة نايلون نايلون على جيبات رجال عيلة تايهة تايهة يا ولاد الحلال ببلوزة نايلون نايلون على جيبات رجال والحلوة خوخة 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 جت بعد دوخة الحلوة خوخة جت بعد دوخة واللي يلاقيها يلاقيها يخطرنا في الحالية يا ولاد الحلال عيلة تايهة شطرة وشطورة قمرة وأمورة ودي شطرة وشطورة قمرة وأمورة غنوة ومكتوبة مكتوبة من أصل وصورة ودي غنوة ومكتوبة مكتوبة من أصل وصورة والحلوة خوخة 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 جت بعد دوخة الحلوة خوخة جت بعد دوخة واللي يلاقيها يلاقيها يخبرنا
في الحال يا يا ولاد الحلال عيلتيها 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 يا عدوي. شكرا. زي كل يوم ثلاث عندنا منامين وعملنا اكل النهارده. عاملين لسان كبسه لسان العصفور وعاملين جلاش بحشوه الكنافه والسودان. عندنا سعاد سليمان سوسو. هتكلمين على ايه النهارده؟ هنتكلم على متحف محمد محمود خليل وحرم. معانا مصممه الازياء استاذه تقى سليمان. شفت الحاجات الخاصه بيكي وحسيت انها عامله حاجات شتوي. يعني احنا خلاص بقى احنا بنحب الشتاء قوي بصراحه. قوي. جدا. وانت حاجتك دايما في الحقيقه بتتميز بالبساطه. انا بحب الحاجات البسيطه عشان نعرف نلبسها بكذا طريقه. صحيح. عندك النهارده فرقتي مزازيكي مع دليل الشارع استاذ حسام حسني. يوم الثلاث يعني نشيد الثلاث. يلا بينا. جاهزين؟ يا 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 ولا يا ولا ارحم يا ولا.